السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وعرض جديد من الفاروق للمحجبات. بدأ الأسعار معانا من 5 جنيه. هنشوف مع بعض تشكيلة حلوة جدا من أجدد موديلات الطرح، الشيفون السادة والمنقوش والتل بكل أشكاله، والطرح السواري. هنشوف كمان الديجيتال اللي أشكاله لا حصر ليها. هنشوف كمان الطرح الكويتي، الحجاب السوري هناك كمان بدأ أسعاره من 10 جنيه. هنشوف كمان طرح أقطان، مكملات الحجاب، النقاب، الخمار، كل حاجة هنشوفها هناك، أسعار وخامات ومقاسات. العنوان متصور في اخر الفيديو، ازاي توصلوا هناك بكل سهولة. وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشة، ولينك التليجرام موجود في اول تعليق مثبت. بس قبل ما ابدأ الجولة انزلوا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدأ الجولة على بركة الله. جاسر تمام الحمد لله. الاسعار بدأ معانا من كام؟ الاسعار زي ما اتفقنا قبل كده، الاسعار تبدأ من 5 جنيه. من 5 جنيه تمام. البندانات تمام. في دي حاجه زي كده، جلية المقفوله من ورا 5 جنيه. بندانه سودا تمام، جلية مقفوله ب5. ثواني حتى يوسف جاسر كده، بصوا حبايبي، جلية المقفوله هتاخدوها ب5 جنيه. بصوا البندانه المقفوله ب5، والمفتوحه برضو ب5 جنيه. اي بندانه ب5 جنيه. تمام، دي اسعار قطاعي صح؟ الجمله هتبقى اسعار ثانيه؟ اه طبعا. تمام، الجمله وكميات اسعار ثانيه. تمام، دي الوان دي مفتوحه، دي الوانها كلها، دي الوان. تمام، معنى ايه تاني؟ في بندانه كتاتين دي، دي زي ما اتفقنا دي عامله 10 جنيه. دي عامله 10 جنيه تمام. في حاجه زي كده خامه تانية تختلف، عامله كام دي؟ دي عامله 15. 15، واللي معاك دي ورينا عشان ياخدوا سكرينات بس عليها. اتفضل، دي 10. بصوا دي بندانه سوري قطعتين هتاخدها ب 10 جنيه تمام. في 15، في 20، في 25. في من اول 10 ل 25. ايوه، اللي هي القطعتين دي. تمام، حلو قوي. وديك شايف المحل، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك. يعني المكان حلو قوي، كل الفيديو شاف المصداقيه، كله بقى بيقول على التليفون. متابعيني حبايبي جم كلهم على طريق الفيديو، عملنا فيديو قبل كده من المكتب من فوق. ايوه، والنهارده بنعمل لكم المحل. الكلام مظبوط تمام، والاسعار زي ما احنا اتفقنا في الفيديو مظبوط تمام. حلو قوي، حاجه زي كده. دي قلنا ايه بتوع الجمله طبعا الفيديو، عشان دي هتبقى ب 20 جمله وقطاعي. قطاعي 25. 25 قطاعي والجمله 20 تمام. كل رسوماتها والوان، كل رسوم، مش هي ابيض واسود بس؟ ابيض واسود الرسم، الرخام بتبقى ابيض واسود. المنقط دي، المنقط دي، في المنقط زي كده. ماشي تمام، في كل الالوان دي. تعالي بصي، كل دي الوان اهي، هنشوف كذا موديل منها. تمام، دي قلنا هتبقى ب 20 قطاعي، ب 20 جمله و 25 قطاعي. حلو قوي، كل رسمه بنجيب الوانها. بص بقى الوان تمام، عايزين نفتح رسمتين منها. دي ايه الرسمه دي؟ في دي حلوه قوي، الرسمه دي كمان، دي جميله قوي دي برضه. 550. بص دي برضه، لا احنا الحمد لله كل دي 25 جنيه قطاعي، 20 جمله تمام. وبعدين شايف الرسومات، في رسمه الفل برضه، في رسمه زي كده، رسوماتها كتير. في الرسمه دي، الرسمه دي حلوه جدا، اكتر من 100 رسمه، والرسمه دي بالالوان بتاعتها تحفه برضه، حلوه قوي. الناس اللي بتحب التايجر، التايجر بكل درجاته والوانه اهو، يعني جلد التعبان، جلد التعبان برضه موجود، ده الوانه اهو موجود، حلوه قوي. كل ده 20 جمله و25 قطاع تمام تمام. حلو معانا برضه الطرح التل، التل دي بكل اشكالها، المشجر والساده صح؟ 15 ساده. والجمله كام؟ هو جمله 15، جمله 15 وقطاعي؟ قطاعي 20، 20 جنيه قطاعي. عايز اقول لكم في منها رسومات كتير جدا، بصوا دي رسمه ثانيه بلون ثاني، دي برضه هتبقى ب 20 جنيه قطاعي، ب 15 جنيه جمله تمام. 15 جمله 20 قطاعي تمام. الوانها ايه؟ الوانها كلها متاحه، كل الالوان. بص كده، بصوا ده الوان برسومات حلوه قوي تمام. دي بعد كده حاجه زي كده، حاجه زي كده، دي طرح شبيكه، دي شبيكه قوي حلوه قوي. دي عامله كام دي برضه؟ دي عامله قطاعي 20 جمله 15. قطاعي 20 وجمله 15. انا بقول لكم اسعار الجمله والقطاعي عشان بتسالوني ساعات، طب الجمله كام؟ الجمله بتبدا من 6 قطع؟ 6 قطع. مشكلين ولا شكل واحد؟ لا، بشكل الالوان اللي هو عايزها، الالوان اللي هو عايزها 6 قطع تتحسب جمله. ايوه جمله تمام. واشكال برضه ولا لازم الوان بس؟ يعني قصدي تاخد من كذا موديل؟ لا، شكل ولا هو 6 بس. اه تمام، يعني من شكل واحد. لا، جمله وقطاعي، جمله وقطاعي. عندك قطن ولا؟ بصوا حاجه زي كده، الشكل اللي هو زي ده حلو قوي. عامله كام دي برضه؟ دي عامله 30. 30 ده قطاعي جمله، قطاعي 35؟ 35 قطاعي، هو عددا بتزوده 5 بس بين القطاعي والجمله. برضك احب اقرر لما يجي المحل وجوار ايه؟ وش احمد حلمي همام. بصوا قدام احمد حلمي همام كمان. تمام، عشان ما حدش يتوه على الطرح. معانا الطرح دي برضو، دي جميله قوي، الجيبه النصين. اه الجيبه برضو النصين، بصوا اللي زي كده بتبقى لون ولون. عامله كام دي؟
دي عامله في الجمله 30 تمام 35 قطعي 30 جمله تمام. الساده برده الساده بتاعتها اهي برده نفس السعر 35 و30 جمله تمام. طبعا اقف دي رفع الاذان بقى طرحه البلسيه دي نازله جديده دي جديده قوي دي حلوه قوي دي عامله كام دي؟ دي عامله 360 جمله يعني القطعه كام؟ 30 قطعي ولا جمله؟ 35 قطعي 30 جمله و35 قطعي تمام بالنسبه للقطعي بيزودوا 5 جنيه في القطعه بس ورينا الكونفورت جي. طب ماشي نشوف دي هتبقى كام؟ دي على فكره بتبقى عينه للفرجه بس دي تمام دي في الجمله 30 القطعي 35 والقطعي 35 على طول الحته تمام. في عندي بقى بصي عايزين نشوف الكونفورت والحاجات دي الكونفورت دي الشكل ده حلوه حلوه قوي وطريه قوي وصيفي خالص يعني بص المقاس بتاعها وخفيفه جدا ومريحه قوي في الصيف عامله كام دي؟ لا عامله 30 قطعي 35 30 بس 30 قطعي 25 جمله تمام الوانها كلها متاحه بالشكل ده من الكونفورت برضه تمام. عندي الشكل ده تحفه الاسود بتاعتها ليه رفيعه دي عامله كام دي؟ 30 25 25 جمله 30 قطاعي تمام. في شكل تاني اوريهولك حضرتك في اشكال تانيه معانا في شكل زي ده كونفورت مشجر كونفورت مشجر عايز اقول لكم بارز كمان يعني الرسمه دي بارزه شويه حلو قوي دي برده نفس السعر 25 جمله 30 قطاعي تمام بالوانها كل اللي بتشوفوه ده الوان متاحه تمام. بص كل دي الوان ليه اهي الالوان كل دي الوان يا حبايبي الوانها كلها موجوده تمام واللي جنبها كل دي جديده برده يعني دي اللي هي النبيت والكحلي دي دي جميله برده دي جديده دي برده لا وفيها لولي فيها لولي كمان لولي كمان مش لازم بصي ده كبس نظام كبس يعني ما يتفكش تمام حلو قوي عامله كام دي برده 27 جمله ونص وقطعي يعني 32 ونص تمام ما نخليها 30 ب 30 جنيه تمام نقفلها 30 تمام دي هتبقى ب 30 جنيه قطعي تمام. في بقى الشكل ده في الكونفورت برده كونفورت الشكل ده برضو الشياكه دي 30 قطاعي 25 جمله ده 30 قطاعي 25 جمله بس عايز اقول لكم شكله حلو قوي في شكل تاني الوانه كلها متاحه هنا في الشكل ده كمان عايز انها برضو حلو قوي دي برضو خامتها حلوه جدا دي بالنسبه للقناه برضو 30 قطاعي 25 25 جمله و30 قطاعي عايز اقول لكم من تحت واخده كرانيش كده حلو قوي قوي تمام تبع القناه اللي هيجي تبع القناه بس تمام مع الفيديو هياخد سكرين باللي هو عايز تمام حلو قوي جلي جلي سوري بص حاجه زي كده مناسبه الافراح برضه عامله كام دي برضه؟ دي عامله 35 في الجمله 40 قطاعي طب نفرد ده ياخدوا عليها سكرين بصوا دي هتبقى 40 قطاعي 35 جمله تمام دي جلي دي عشان الاستراس اللي فيها مغليها تمام في منها شكل تاني زي كده بصوا شكل تاني زي كده حلو قوي دي برضه وريهالكوا برضو دي واخده طبقه جوبير من هنا برضو حلوه قوي 30 افرضها لنا عدل معايا بس بصوا دي هتبقى 30 جمله 35 قطاعي تمام. تعال بقى خش ايه دي عندي بصي ديجيتال الديجيتال بقى بكل اشكاله الاثنين بتاعت ماركه اشش اشش ماركه تمام بصوا اهي عامله كام دي؟ ب 2 متر طول 75 عرض عامله كام؟ احنا عايزين واحده ولا اتنين نفردها هنا؟ اجيب لك بس رسوماتها بالهبل اهي تمام افرد لك جوه بصوا حلوه قوي رسوماتها كتير دي سعرها قلنا كام؟ دي عامله 65 قطاعي 65 قطاعي تمام و60 جمله؟ جمله 55 جمله 55 دي تزيد 10 ليه بقى؟ ما تزيد على المتابعين خمسه زي ما احنا خلاص زي ما احنا زي ما احنا تمام 55 و60 قطاعي تمام دي هتبقى 55 جمله 60 قطاعي في دي ماركات دي برضك دي ماركات ثانيه ديجيتال برضه نفس السعر برضه هتبقى 55 جمله و60 قطاعي 2 متر و75 يعني دي مقاسها 2 متر 75 عرض يعني 2 متر في متر الا ربع تعتبر صح كده متر الا ربع عرض في مترين طول تمام مقفوله ماركات عاليه دي ماركات عاليه شانل يعني دي شانل ماركات دريم يا جماعه عامله كام دي برضه نفس السعر كله نفس السعر دي ماركات عاليه دي حاجات حلوه بص الخامه طريقه ازاي خامه حلوه قوي بس عايز اقول لك برضه بص البلد بيبقى عايز اقول لك ايش ايش خامته بتبقى اعلى ايوه يعني ايش ايش ده براند كده هو يعتبر ديجيتال يعتبر رقم واحد رقم واحد رقم واحد انا جايبه منها الطرحه تحفه بصراحه قول لي بيقول لي على الصراحه ايش ايش انا جايبها بالطلب تمام حلو قوي بصراحه ده مصنعنا تمام حلو قوي عشان كده رقم واحد الحمد لله ايه معانا تاني بص الالوان انا عايزه اقول لكم الرسومات ما بتخلصش بس عشان وقت الفيديو دي قلنا عامله كام 55 و60
صح 55 هو بيباعه ب 65 بس كل هيجي تبع القناه هياخدها ب 60 جنيه قطاعي وب 55 جمله. اي حد انا ببيع له 65 تمام تبع الفيديو يقول لي الفيديو اهدى ب 60 تمام حلو قوي. عايز اقول لكم رسومات منها كتير جدا اهي. بصوا دي رسمه ثانيه برضو تحفه الجمال ده. بصوا الطول بتاعه اصلا قد ايه؟ دي مترين في متر الا ربع عامله 60 جنيه قطاعي 55 جمله. حلو قوي. بص بقى الوانها حضرتك عايزين نقول لكم كل رسمه بالوانها. لا رسوماتها كتير انا على نفسي محتار في الرسومات. حلو قوي كل دي رسومات تناسق الالوان. بسم الله ما شاء الله. في منشن الوان حلوه قوي. احنا عشان وقت القناه مش هنطول عليك. الكويتي اللي احنا اتفقنا عليها دي الكويتي بالليسين. كويتي بالليسين. دي قلنا ايه 15 حرام عليك. دي 15 جمله 20 جنيه قطاعي بالوانها. تمام الكويتي كل الوانها متاحه. تمام حلو قوي. في ايه معانا تاني؟ وفي اللي هي دي كويتي مقلم. كويتي مقلم برضه نفس السعر. برضك نفس السعر. بتعلن في النوايا مكسر. دي 15 جمله 20 قطاعي. بصوا الطرحه دي هتبقى ب 15 جمله وب 20 قطاعي. دي كويتي تمام. الخامات بتاعتها حلوه قوي. الخامات دي حلوه قوي في الصيف على فكره. أيوة. ودي برده نفس السعر 15 و20 20 قطاعي. أيوة. 15 جمله 20 قطاعي. وعايزه اقول لكم كل درجات الالوان متاحه يعني ما شاء الله اللهم بارك. بصوا كل دي درجات الوان ليها حلوه قوي. وفي بقى الجل المقلم ده. الجل المقلم ده عندي منه ثلاث خامات. ثلاث خامات مش جل المقلم. ايوه ثلاث اصناف. تمام المقلم قلت لي في منه كذا خامه وكذا سعر. كذا خامه وكذا نوع. تمام زي الذهب 24 عيار 24 عيار 24. تمام عامله كام دي؟ دي دستها عامله 180. يعني القطعه بكام؟ 15 جمله 20 قطاعي. 15 جمله 20 قطاعي. تمام حاجه زي كده اعلى شويه. دي دستها في الجمله 220 يعني واقف عليك 18. دي هتبقى ب 18 جنيه. طب وقطعي كام؟ 23 قطعي. 23 جنيه قطعي 18 جمله. تمام تمام. هي دي انضف حاجه مميزينها. بصي بالتيكت بتاعها. التيكت بتاعها الباتش بتاعها عشان تعرف بتاع ايه؟ مكه. مكه لازم تبقى غاليه طبعا. طبعا مش تبع مكه. مكه لازم مكه تبقى غاليه. عامل كام ده؟ دي عامله 20 في الجمله 25. 25 قطاعي 20 جمله. حلو قوي. تمام اعرفوا البراند ده بقى. بصي كل الوانها متاحه حلوه قوي. وفي الكويتي المشجره دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده. اه دي قلنا 15 و20 قطاع. تمام حلو جدا. في مكملات برضو الحجاب بتاع الشميز الجيبه وال مكملات الحجاب. مكملات في دي بيئه. اه دي اللي بتبقى القطعه من فوق لو لابسه حاجه مثلا مفتوحه شويه فبتبان معاكي. فهو الابيض والاسود بس. ابيض واسود وفاي. وفاي تمام. عامله كام دي؟ دي عامله في الجمله 30 35 قطاعي. 35 قطاعي. طب والجيبه؟ الجيبه نفس السعر. الجيبه عامله كام؟ نفس السعر 30 برضو جمله 35 قطاعي. كل درجات الوان الجيبه بقى موجوده. مقاسات. ومقاسات كمان لحد كام طيب؟ مقاس بيبدا من لارج لحد 2 اكس. لحد 2 اكس تمام. بالنسبه للكم؟ الكم اللي هو ده الطبيعي العادي. ده مقاسات خاصه. ده العادي ده مقاسات خاصه. اه ده برضك عامل 30 جمله 30 جمله 35 قطاع. 35 قطاع تمام. في حاجه تانية زي كده شكل تاني جديد برضك اللي هو الاستك. ده الاستك بقى ده اسوره تعتبر سورة. ده استك يعني في منه اشكال كتير. بصوا ادي الكم اهو عشان يبان معانا. حلو قوي قوي. ماسك يبقى حلو. تمام ده حلو جدا. ده نفس السعر برضو 30 35. تمام حلو جدا. من ده وده جنب بعض كده للطرف يعني. بصوا حلو قوي. ده كم اسوره والوان ولا الابيض بس؟ ابيض اسود وفايت. ابيض اسود وفايت تمام. نفس النوع بتاع. طيب لا الشيبه في منها الوان. يعتبر القطعه اللي فوق بس اللي هي الياء. الياء والدور بيجي ثلاث الوان عشان تمام. حلو قوي. لكن الشيبه الوانها كلها بقى. معانا بقى الخمار. ده الخمار الماليزي الساده. لا انا همسك قصادك كده عشان نوريهم العرض بتاعه قد ايه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. حلو قوي. عامل كام ده؟ ده عامل في الجمله 35. 35 جمله 40 قطاعي. حلو قوي قوي. ترجع لنا شويه ورا يا استاذ جاسر كده. بصوا ده متر ونص في متر ونص. اعذرونا المكان ضيق بس. عامل 35 قطاعي جمله و40 قطاعي. تمام. في المقاس الصغير. في المقاس الصغير عامل كام؟ ده عامل 30. 30 و35. تمام. يفرق 5 جنيه برضه. اه بس يفرق 10 سم هنا وهنا. ده متر 40 في متر 40. تمام. يفرق 10 سم بس. بس ده خامته احلى. ده الخامة احلى كمان. مش هتفرق 5 جنيه. هنيجي بقى للمشجر. بصي. كنا كده بس كده. بص اوريكم الجمال ده. عامل كام ده برضه؟ ده عامل 45 جمله 45 جمله 50 قطاعي. حلو قوي. بس ده كبير قوي والخامه بتاعته حلوه جدا. كل الوانه بقى حضرتك؟ كل الوانه موجوده ونقشات منه كمان يعني. الوانه ونقشات. تمام. في ايه معانا تاني يا استاذ؟ في بعد كده حضرتك؟ الطرحه السواريجي. السواريجي برضه ما عرضناهوش. حلوه جدا.
عامله كام دي برضه؟ ترجع لنا شويه يا استاذ جاسر بعد اذنك. عامله كام دي؟ دي 270 عامله 22.5 جنيه. وقطعي 27.5 25 25 تمام. الوان ايه؟ كل الوانها موجود. كل الوانها تمام. حلوه قوي قوي الوانها كلها سوارات حلوه، السيلفر والاسود والذهبي حلوه قوي. في حاجه زي كده كمان سواريها برضه، الناس اللي كانت بتسال على السواري موجود هنا. ترجع لنا سنه لورا بس. 22 25 22 ونص جمله 25 قطاع. طب ثبت لنا ناخد بس سكرين حبايبي، لازم اجيب لهم ارخص اسعار طبعا. دي 22 ونص جمله 25 قطاعي سوارهات تمام. وفي الكومفورت دي جميله برضه 300، ده سته ب 300 في 25 زي التانيين و30 30 قطاع بس تمام. الله حلوه قوي الطريقه دي. دي 25 جنيه جمله 30 قطاعي. انا بقول لكم اسعار الجمله والقطاع اهو عشان انتوا بتسالوني. أيوة. في ايه تاني معانا؟ في عندنا زي كده بقى الجيبه المشجره. اه دي طرحه الجيبه اللي هي المشجره بس. أيوة. عشان تبان معانا. عامله كام دي برضه؟ دي عامله 35 جمله 35 جمله 40 قطاعي تمام. بس الخامه بس عايز اقول لكم مقاسها كبير برضه تمام. حلو قوي. في حاجات تحس ان هي غاليه بس هتلاقي خامتها انضف من بره تمام. كده خلصت جوله النهارده. احنا النهارده لسه في تاني عشان وقت الفيديو. في عندي خمار بالنقاب بتاعه ده طقم. ده طقم على بعضه. عامل كام ده؟ ده عامل في الجمله 65. ده الجمله 65 واحسب القطع نفس السعر. نفس السعر جمله وقطاعي 65 قطعتين النقاب بالخمار. أيوة. تمام. ومعانا هنا ايه تاني؟ وده النقاب لوحده 25. طب افرده لنا ده بقى توريه لنا. لا 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 بصوا ادي تشكيله ب 15. بصوا ده النقاب لوحده بكام؟ 25 تمام. في الوانه موجوده. بصوا ده ب 25 جنيه. وهنا عند الفروق محجبات هتلاقي كل يوم جديد. تمام. سهل عشان وقت القناه برضه. تمام تعبتك معايا وشكرا على الجوله دي. احنا النهارده كنا عند الفاروق للمحجبات. يجي ما ليش نفس الاسعار دي يقول عايز الاستاذ جاسر وانا اديله نفس الاسعار. تمام كلك ذوق يا استاذ جاسر. والله احنا النهارده كنا عند الفاروق المحجبات، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو. هسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي توصلوا. احنا واقفين دلوقتي في قلب شارع الجيش في العتبه. توصلوا ازاي؟ تركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا اول شارع الجيش اللي على اوله كمان كوبري الازهر اللي عملت عليه زوم ده، وتمشوا مسافه صغيره خالص عند محمد حسين بتاع اليميش. هندخل الشارع اللي جنبه على طول. الدخله دي اسمها دخله الشوازليه عشان في اخرها مسجد الشوازليه. احنا هنفضل ماشيين لحد مسجد الشوازليه والمكان اللي صورنا فيه، وهوديكم هناك بكل سهوله. هنعدي من الشارع ده على طول على اوله زكريا عبد الموجود، وهنكمل مع بعض زي انتوا شايفين دلوقتي، وهديكم علامات برضو المحلات عشان تعرفوا ان انتوا ماشيين صح. اول حاجه عندنا مكتب قمر ده بتاع كاجوال على شمالنا، عملنا منه جولات حلوه جدا. هنفضل ماشيين في الشارع ده لحد العماره اللي في الوش دي، هنلاقي ممر شمال وممر يمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هندخل في الممر اليمين اللي على اوله كل يوم جديد بتاع الكاجوال، وريته لكم برضو دلوقتي. هندخل في الممر ده وهنفضل مكملين على طول، مش هنحود لا يمين ولا شمال، هنكمل زي ما انتم شايفين كده. وافضل اديكم علامات طول ما احنا ماشيين برضو عشان تعرفوا الطريق صح باذن الله. هنلاقي كمان اسيا كيدز هنا على شمالنا زي ما انتم شايفين، عصام واقف هناك وعملنا منه جولات حلوه جدا. وده القدس مول برضو البوابه الاولى، ودي البوابه الثانيه. هنكمل برضو بعد القدس مول زي ما انتم شايفين كده على طول، مش هنحود خالص وهنفضل مكملين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هقابلنا بقى محلات سوري ومحلات كتير قوي، احنا مش هنحود لا يمين ولا شمال، هنكمل زي ما احنا ماشيين كده. المسافه مش بعيده على فكره. هنقابل كمان ده محل نسر الشرق اللي على شمالنا زي ما انت شايفين كده. هنكمل كمان بعد نسر الشرق وهنفضل مكملين. هيقابلنا كمان سنتر العطار، وهيقابلنا ناس كتير جدا في الطريق. هنفضل ماشيين كده لحد ما هنوصل عند مسجد الشوازلية. هوريكم كمان ده مسجد الشوازلية زي ما انت شايفين كده، وعنده كمان حجاج اتنين اللي قدامنا في الوش ده. احنا هنحود بقى من عند حجاج اتنين على طول يمين. اول ما نحود يمين هنلاقي اول محل طرح شمال، ده اللي احنا عملنا منه الجولة. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير.